Come on, come on. I like hip hop, not the pop. I tell the DJs what to play. Understand? Yo, what up? Chill. Savi Din Kriden, aka Katib, aka Katibon, ilach. فما بيت مازال تطلب تسلع لحوالك تاكل تشرب. الفكره نتاع الميكس تيب الاخراني برجلية حبيت نبروفي حاجات الروحي والعباد اخرين فهمتني، بلغه اخرى حبيت برشا عباد يشدوا بلايصهم، انا بيدي حبيت روحي يشد بلاصتي فهمتني. سامبلويت اللي خدمنا بهم حضرتهم في ليستا، الكتيبه المكتوبه ديجا مكتوبه عندها كما نقولوا نحن قبل ما يجي رياض نخدم انا وياه، ديجا عندها شهر مني مكتوبه. كونفينمون واحد ما عنده ما يعمل، كل يوم نكتب فيرس. وفي الكونفينمون جاب حذايا رياض مديت له الليست نتاع لي سامبل، قعدنا مع بعضنا عملنا الموزيكا مع بعضنا، صبينا مع بعضنا، حاولنا نحطوا الفيرسويت على الموزيكات اللي خدمناهم، خاطر الفيرسويت ماهمش مخدومين على الموزيكا اللي هبطت. الايفوليسيون اللي صارت ما بين راستا فروم ذا كابا حتكش الميكس تيب الاخرين برشا، هما ما نعرفش اقل حاجه توا 12 سنه، دوري 11 سنه. التيتل هذاك كتبته عمري 14 وتصب عمري 17 وخرج وقت اللي عمري 19 ولا 18، وما خرجتوش انا، خرج واحد ولد خونتي الله يهديه. ما كنتش باش نخرج وانا كنت شاك فيه على الاخر، اما مش الله يهديه برشا زيادة، كان ما هبطوش هو التيتل هذاك يمكن ما نجم ما نبداش انا كارير. الدنيا سبيب كما قلنا في اخر تيتر في الميكس تيب برجولي، ما نعرفش شنو بالضبط ليفوليسيون اللي صارت، اما هاني قلت لك ما بين راستا فروم ذا كاب حتكش الميكس تيب راني قاعد نجرب وقاعد نتعلم. هذا هو الهدف نتاعي معناها من الاخر، من اول مره كون جيعان كاتيبون ديما اطلب العلم الموسيقي، ولا انت تعرف حاجه براس سمك علمني، انت تعرف حاجه براس سمك علمني. اول ما طلعت لفرنسا حبيت نبدل جمله في تونجلي، خاطر كان نحب نقولوها هربت، خرجت هارب من تونس انا فهمت، ديكوم ديغوتي شويه حتى من لغتي برجولاي، كون حبيت نبدل شويه جربت باللونجلي، صححت مع برود نيك ثانويه من بعد ما مشاش الامور فهمتني. الوقت اللي خديت فيه اوراقي اون فيت في فرنسا بدي ارجع لي شيء الاقل، عرفت روحي اللي انا باش نرجع لتونس، عرفت روحي اللي انا باش تبدا تعيط لي العباد اللي بالمونيت كيما كي كيما اليوم مثلا فهمتني. اي دوكو وبديت نسمع اون فيت، بديت نرجع نحب نولي ميزاج، معناها نحب نعمل ميزاجور كي علاش قاعد صاير في تونس وكنت شايف فهمتني. يا مومون دوني حسيت روحي مكرس شوية من الرابرات الجدد اللي خارجين، يا اخي تسألت سؤال ما حشمتش من روحي، اسكو انت مكرس منهم العباد هذوكم ولا تحب تبروفي حاجات معينين الروح كل العباد فهمتني. اي دوكو فوالا خرجنا الميكس تيب. انا ما قريتش، انا راني دو نيفو دوزيام اني باش نكونوا واضحين، معناها راهو نيفو دوزيام اني ومدوبل فيهم زاد هذوك ماك العوام اللي في الوسط باش نكونوا واضحين، ومطرد ديفينيتيف زاد معناها خرتي بالضبط. لا لا لونجلي نتصور موزيكا اون فيت قبل ما نعرفش رابريت كيما 50، كنت مغروم 50 على الاخر، كنت صغير 11 12 سنه كنت نحفظ ما نفهمش، نحب نحفظ اون فيت، نحب ننطق كيف فيت فوالا هذايا كيفاش بديت الفاز، حبيت ننطق كيفهم فيت. ومن بعد وليت نفهم بالسياسة، من بعد فرجت في برشا افلام مترجمين وليت نفهم الكلام. رجعت لتونس أول حاجة وكرك الساعة هذايا تأكدت منها عندي عام، واني قلت لك زيد رجع لي شاد العقل كي عملت اوراق لقيت خدمه عملت مراه ركحت فهمتني. يكون قلت وقت يزم وقت واحد يرجع فهمت، نشوف في برشا فروخ تتناقز، برشا عبيد تطلع في كونسيرات ما يعمل حد شيء في الكونسير ياخذ 27 مليون ويروح، خدمه الموتورات برجولاي فهمتني، معناها
ما عارش ما عارش برجولاي ما عارش واكرك واكرك وكهو ترجع وكهو تمحن بشها سيلا بيك تشا نخدم على مارك تسلا تمس وتسمع تجيب له بيت نسلا دينا وان بيوان كي تبدأ تمشي في السنتر فيل ماكش تسمع في توباك وفي بيجي ومش هذيك الكلتير متاعنا متاع العبيد معناها جملة كي نحبوا نحكيو جملة ماهيش هذيك هي الكلتير معناها كي تعدى انت من السنتر فيل بحذا حماس يا تسمع مزود يا تسمع تامر حسني يا تسمع كارول سميحة يا تسمع نجوى كرم تسمع حاجة بالعربي جورج واسوف فهمتني في الحجيم شنو باش تسمع يا تسمع جورج واسوف يا تسمع حسني مثلا فهمت فماش الحاجات اللي نسمعوا فيها ما احنا تاو الكوميتا الصغيرة فهمني تاو هي كوميتا كبيرة على محال أما كي نحكيو جملة وجمل التوانسة شنو يعرفوا كموزيكا يعرفوا الموزيكا هذيك هذيك علاش ركزت عليها شوية انتوكا يعني قلت لك حتى كلمة تحب إيش يعني ما تسمعش تامر حسني كل يوم ما تسمعش كارول سميحة كل يوم ما تسمعش نجوى كرم كل يوم إلخ 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 ما تسمعهمش كل يوم أما تقعد حكي نوستالجيك حاجة سمعتها في صورك فهمت يعني قلت لك حتى بالصفة عليك ساعات أنت ما عينكش باش تسمعها ما تسمعها بارتو فهمت وكا ولا